قرنانجي منزل قرنانجي كري منزل قرنانجي كري يا ناس منزل قرنانجي كري حاجة لا يا ربنا مش عارف ابني انت يا ابني هو القرنان معمول بيه كده ليه يا ابني؟ انا لسه جابه جديد يا ابني عشان اقرا فيه. تاخد بيه طعمية؟ عملت بيه قطاس طعمية؟ عشان قطاس باظ؟ عمل بالقرنان قطاس طعمية يا ناس. عمل بالقرنان قطاس طعمية قاعد الليلة. استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم. نقرا يا عم الاخبار بقى نشوف اي حاجة كده وظيفة نشتغل اي حاجة من الهم اللي احنا فيه. واحدة قتلت جوزها بسبب انه بيحلق دقنه كل يوم. اتفرج يا عم. واحدة قتلت جوزها عشان بيحلق دقنه. ادي النيلة. واحد قتل مراته. واحدة قتلت مرات واحد قتل مراته عشان خلفت بنت. رماها في الصحراء. قتل مراته عشان خلفت بنت يا ناس شفت التخلف شفت التخلف عايز يجيب الواد ايه خلفت في بنت اتصدم راح عامل ايه راح تويها وراح رماها في الصحراء بعد ما رماها في الصحراء قطعها وراح مولع فيها بجاز وربنا الخبر ده حقيقي يا جدعان الخبر ده حقيقي في يوم 24 يونيو 24 يونيو 2022 قتلها عشان جابت بنت راح متوها في الصحراء حرقها حرقها يا ناس عمل لك حاجه سواد يا ناس سواد صراحه لا يعلم بقدر ربنا اتفرج يا عم واحده قتلت جوزها عشان بيقول لها عشان بيقول لها حضري الفطار قالت له انا ما بعرفش قتلته سميته حضرت له الفطار سميته يا ناس حضرت له الفطار سميته في يوم الصباحية في يوم الصباحية يعني واحدة رمت نفسها من دور من فوق العاشر من الطبق العاشر عشان أهلها عايزين يجوزوها بالعافية حاجة سواد يا ناس واحدة رمت نفسها من دور العاشر عشان بتحب واحد وأهلها عايزين يجوزوها بالعافية رمت نفسها من فوق العاشر رمت نفسها من الطبق العاشر يا ناس من فوق البرج رمت نفسها عشان بتعيب واحد يا دي السواد يا ناس يا دي السواد عمال اقرا في الجرنان عشان ادور على ظيف مش لاقي كله حوادث وكله واحده قتل وده قتل فلان ودي قتلت علان السواد يا ناس سواد واحد سواد راح ده جدعان خلاص جاله اكتئاب وجاله اكتئاب يا ناس خلاص جاله اكتئاب اجيب الجرنان عشان اشوف وظيفه ولا اشوف اي حاجه عمال اشوف في حوادث قتلت علان ودي قتلت فلان واحده قتلت جوزها بسبب انه بيحلق ده حاجه سواد يا ناس سواد الواحد يا جدعان ما اتجوزش ده كرهه في الجواز اتعقدت من الجواز يا جدعان من ام الاخبار الاخبار السواد الواحد بيقراها دي اخبار السواد يا ناس اخبار سواد كل يوم ما اجيب الجرنان ما بقاش في الكلام ده اجيب الجرنان من ساعه ما جبت الجرنان لمده اسبوع اشوف فيه حوادث اكتر من وظائف يا ناس حوادث القتل اكتر من وظائف وخصوصا الناس المتجوزين الستات يا جماعه اللي بيتجوزوا اليومين دول مجانين ستات مجانين بجد اللي بيتجوز اليومين دول على طول بيتخلص عليه اسهل حاجه الاكل حضر فطار لا غضبت على ان انا اتحضر لك الفطار تحط لك سمك يا دي السواد يا ناس يا دي السواد الواحد بيتجوز بيروح ببلاش الواحد يتجوز يروح في بلاش يا جدعان ليه؟ بسبب ام الخراب الواحد بيشوفه السواد يا ناس السواد